بعد اللعيبه ببعاد عن بعض جدا جدا، ادى الافضليه للزمالك، لخط وسط ملعب الزمالك اللي قدر انه يستحوذ ويبني الكوره بكل هدوء وبكل سلاسه بدون ضغط. حسين الشحات كان ماسك الخط تماما، بيرسي تاو لغايه اما خرج كان فاتح الملعب جدا، والاثنين بعاد عن وسام ابو علي. كل ده افقد الاهلي خط هجومه مع التراجع البدني اللي حصل برده الشوط الثاني اثر على الفريق، مع دوافع الزمالك كل ده خلى الزمالك انه يرجع الشوط الثاني ويسيطر على الشوط الثاني. انا اعتقد من خلال ما نقراه من لغه جسد ان الاهلي اختار المرمى عند جمهور الاهلي، وعلى ما يبدو ان زيزو اختار ان ينفذ الاهلي اولا في القرعه الثانيه، هل في ذلك اي افضليه؟ اه طبعا، انت لما بتكون بتلعب ضربات ترجيح ناحيه جمهورك بيبقى في نوع من الثقه نوعا ما، هو الحكم بيعمل قرعه الاول على المكان المرمى الواضح انه ذهبت للاهلي، اه وبعد كده على مين يسدد الاول. وانا اعتقد زيزو فاز بالقرعه واختار ان يسدد الاهلي اولا. هو اللي تحليل ممكن اكون غلطان بس كده انا قريتها، يعني هي القرعه بتبقى على المرمى، المرمى اللي بيختار قرعتين. المرمى اللي بيختار المرمى الثاني هو اللي بيشوط. انا اعتقد انه هو الحكم عمل قرعتين، اولى على المرمى ثم على من يسدد، هو سوى قرعتين. طيب، انما ضربات ترجيح لا تخضع لاي قوانين، اللي اعصابه اهدى اللي مركز هو اللي هيفوز، وانا اشوف ان المباراه يعني اعصاب في كل مكان بالزبط. واضح بالزبط. الملامح ان اعصاب الاهدى والاكثر تركيز هو اللي حيفوز. دكتور اي افضليه؟ افضليه للتركيز، افضليه للحضور الذهني، للهدوء لحراس المرمى، الضغط اكبر على اللاعب وليس حارس المرمى. حارس المرمى بامكانه يعوض بدل الركله عنده 5 ركلات، لكن اللاعب عنده ركله واحده. ما زلت بقول ان الضغط اكبر على لعيبه الزمالك برضو. مره اخرى نعيد الكلمه الى عصام الشوالي لنتابع معكم ركلات الحسم الترجيحية من علامة الجزاء في استاد المملكة في العاصمة السعودية الرياض. من جديد إلى عصام الشوالي. عصام تفضل. ملا روح، ملا التركيز، ملا الثبات. برافو عمر كمال. هلال 2 زمالك 1. الركلة الثانية كرة لنادي الزمالك. يذيب يخطف اللقب الجديد للقلعة البيضاء. هذه هي الكرة، هذه هي روح الرياضة، هذا هو الديربي. هنا تقدم الأهلي ببنالتي وسام أبو علي، ورد الزمالك بهدف ناصر منسي.